اولا نهار كبير هذا كنشوفوا وجوه كبيره هنا في الدوري، شفنا يعني لاعبين دوليين، شفنا السي سعد صديقي، شفنا الصحاف محمد، شفنا زكريا عبوب، شفنا مصطفى خليف، معنا اللاعب الكبير اللاعب المتواضع سي طارق كمال طارق سكيتيوي، عنده تاريخ مغربي اوروبي، شارك يعني في دوري ابطال اوروبا رفقة بورتو، وكيبقى الهدف الجميل اللي سجلوا ضد اولمبيك مارساي. سي طارق سكيتيوي اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا وسعيد بالتواجد ديالي معكم. سي طارق كيفاش، ما هو السبب انت موجود في الدوري هذا؟ لا انا ماشي في هذا الدوري، انا فقط كان التواجد ديالي لاسباب عائليه هنا ببلجيكا، وصدفات انني سمعت كاين هذا الدوري هذا وفيه لاعبين اللي جايين من المغرب اللي اخوان ديالنا واصدقاء ديالنا، فجيت باش نشوفهم ونحيي معهم الرحيم. تحيه الرحيم. شفتي لاعبين يعني في الوقت ديالك مثل زكريا عبوب ولاعب مصطفى خليف والى اخره، يعني كيفاش سعد صديقي كذلك، كيفاش شفتي الدوري هذا اللي كيجمع الجاليه المغربيه وضيف شرف اليوم هو فريق قدماء الرجاء البيضاوي، كيفاش كتشوف هذا النوع ديال الدوريات؟ فاكيد ان الدوريات هذه ما يمكن الا ان تسعد الناس، كتجمع بيناتهم. ما ننساوش بان كرة القدم فهي كيف ما سبق لي وذكرت في اكثر من مناسبة بان اصلا التأسيس ديالها ولا النشوء ديالها كان من اجل التعارف بين الشعوب بين الاشخاص، فكنظن على انه بحال هذه الاشياء هذه وفي هذا المناخ بحال هكا اللي كله رفاهية واخوة ونشاط، فما يمكن له الا انه يكون بوزيتيف. كذلك تواجد فريق ولاعبين مستوى ديال صديقي، مستوى دعبوب، مستوى ديال لاعبين اخرين ديال خليف، فكنظن على انه ما يمكن الا انها كتسعد هاد الناس هادو اللي كانوا كيشوفوهم فقط كما كنقولوا في التلفزه او عبر الساتل، ولكن الحمد لله الان فكيمكن لهم يتقربوا منهم ويلعبوا ضدهم ويهضروا معهم، وهذا كيزيد يعطي واحد النكهه خاصه لهذا الدوري هذا. وكما قلت لك انا سعيد بالتواجد نتاعي ولو لواحد الفتره قصيره، مي سعيد بالتواجد نتاعي. ذكرت الهدف ديالك مع المنتخب المغربي هنا ببروكسل ملعب ملك بودوان لما سجلتي ذاك الهدف الرائع جدا على الحارس ستاينن، يعني الكل كيتذكر ذاك اربعه ديال الاهداف الواحده، فاش كتذكر ديك المقابله ديال الحبيه اللي كانوا جريتوها هنا وعطيتوا الصوره الجميله للكره المغربيه وعطيتوا درس للكره البلجيكيه بالانتصار ديالكم 4-1، كتذكر هذه المقابله سي طارق؟ اكيد كنذكرها بطبيعه الحال، اكيد ان كان لنا واحد الاحساس بالفخر وبالفرحه اكيد اي مره، فكان كنا نسعدوا الجمهور ديالنا فيما كنا الا اننا نكونوا سعداء، لان الاهم ديالنا احنا كلاعبين هو اننا نسعدوا الجمهور اللي كينتظر منا الشيء الكثير، وفاش كتقول تدير مقابله بذاك المستوى وكتسجل واحد الكم كبير من الاهداف فما يمكن لك وكتشوف السعاده على وجوه المغاربه كاملين، فما يمكن لك الا انك تكون سعيد وفخور. وكتبقى كره القدم ولا بالنسبه للاعب كيبقى هو واحد كيدوز واحد لو ميساج للاعبين، وعنده واحد المهمه يقوم بها الا وهي الاعلاء والرقي من مستوى اللاعب المغربي من اجل مصلحه كره القدم الوطنيه عامه، فهذا واجب خصو يديروا كل لاعب على الراس ديالو كتاج على الراس ديالو، انه يبقى يحاول ويعرف بان راه عنده واحد المهمه الا وهي السمعه ديال كره القدم المغربيه والسمعه والرقي بالمستوى ديال اللاعب المغربي، لان لا كونكورونس ماشي سهله. فاش كتشوف لا كونكورونس بين الدول وبين لا كوت ديال اي لاعب واي بلد، فكنظن على ان مازال خصنا نوعيو من المساله هذه ونعرفوا بان راه حنا عندنا واحد المهمه فيما يتعلق بكره القدم، كو سوا كلاعبين ولا كمدربين، لان خصنا نديروا مجهودات مضاعفه باش اننا نهزوا من لاكوت ديال اللاعب المغربي.